السلام عليكم، سأرح نشرح حل أسئلة سنوات أو من الكتاب أو غيره لبارت الكيمستري مشان يكون بارت ما يكون 100%. في أسئلة رح أسئلة الحل أنه رح أحكيها حكي ورح أورجيكم نصها بعدين، وأسئلة الحفظ منحلها آخر الهاي مشان تعرفوا كيف الحفظ بيجي وكيف أنتوا لازم تدرسوا يعني بخصوص الحفظ. هسا في عندي سؤال، what should be the value of x in the x compound. compound معين هو عبارة عن Fe SO4 x H2O. إذا equivalent weight يساوي 139. تمام، طيب نكون حبة حبة. حكينا الإكويفلنت ويت، شو بيساوي؟ مولكيولر ويت تشارج، صح ولا لا؟ راح تقول لي صح. طيب هسا شحنة هذا المركب نعرف انه الـ Fe موجب 2، ممكن يكون موجب 3، بس الـ SO4 هي عبارة عن موجب 2، فتكافؤ هذا مركب كامل عن موجب 2، هاي 2. إكويفلنت ويت كم؟ 139. فضل ايش عندي؟ ظل عندي المولكيولر ويت. المولكيولر ويت شو بدها تساوي؟ من جدول الدوري Fe كم؟ 56. الاس كم؟ الاس 32. الاو 4 4 ب 16. طيب هسا هاي الاكس هي فعليا مضروبه بالاتش 2 او كامل، تمام؟ الاتش 2 او كم؟ الاتش 2 او الاو 16 والاتش 2 18. 18 في كم؟ في اكس. كم بيطلع الناتج؟ بيطلع معي اكس يساوي 7. جواب بالخيارات 7. الاسئله مالتيبل، بدنا هي طريقه الحل. تمام، سؤال ثاني خلينا من خلال الشرح بس نرجع نعيده. تركيز ال N2 ملي جرام كل لتر، تمام؟ عند التيتيود اتش يساوي 2000، واذا الكي اتش يساوي 0.00625 مول كل لتر اتموسفيرك، واذا المولكيولر ويت النيتروجين للان لحالها 14 جرام كل مول. انتبه للوحدات. تمام، التركيز الان انتو بده اياه بالملي جرام لكل لتر، هسه بده طلع بالمول لكل لتر بعدين بحول. بقول تركيز الان تو راح تقول لي عبارة عن KH 0.00025 مضروب تركيز الغاز تركيز النيتروجين 78 مضروب في حسان طالب عنده مسافة 2000، فتطبق القانون 1 ناقص 1 ربع 1 و15 ضرب 10 سالب 4 مضروب كم؟ 2000. فبيطلع معي الناتج 3.75 10 سالب 4 مول لكل لتر. لاحظ انه هذا مش موجود بالخيارات، ليش؟ انه هو بده اياه بالملي جرام لكل لتر، بدي اضربه جرام وبقسمه على مول، بعمل زي هيك مشان اطلع هاي مع هاي. فالواحد مول كم بيعطيني جرام؟ هاي ان 2 لان الوحده كم؟ 14، فالانتين كم؟ 28. بيطلع عندي رقم جرام لكل لتر، هو بده اياه ملي جرام لكل لتر، يعني بضرب ب 1000 بتعطيني 10.5 ملي جرام لكل لتر. رح تلاقيها خيارات. لو ما ضربت ب 78% ما راح يطلع معك الخيارات. هيك احنا صرنا حالين سؤالين سنوات على الكيمستري. عندي سؤال، كم البي اتش ريزوليوشن؟ هذا سؤال فعليا من اللاب مش من الماده، بس فكرته هي سهله. بيقول كم البي اتش ريزوليوشن واز ميد باي ادينج 400 ملم اوف ووتر 350 ملم of 5×10^3 m NaOH solution. يعني كم قيمة البي اتش محلول صنع من 100 ملي لتر ووتر؟ لا 350 ملي لتر 5×10^3 m. ام شو يعني؟ مول لكل لتر، تمام؟ بين قوسين
لإيش؟ لأن A هو الترتيب. تمام. هسه شو فكرة هذا السؤال؟ عندي حجم ابتدائي وحجم نهائي، وبده الـ pH بعد ما أضيف 400 ملي لتر ووتر. في عندي قانون بيقول لي M1 في V1 يساوي M2 في V2. عدد المولات يساوي عدد المولات في V1 في V2. تمام. الـ M في V هي عبارة عن عدد المولات. المولاريتي كم كانت المولاريتي؟ كانت المولاريتي 5 14 قوة سالب 3. الفوليوم الابتدائي، الابتدائي 350 محلول. انا بطبق لل NaOH شو بدي فيه للووتر مش الـ pH، الـ pH متعادل اصلا. مضروب في الـ M2، الـ M2 كم؟ الـ M2 مجهولة. انا اصلا الـ pH الجديد يعني بدي التركيز الجديد، من خلال التركيز بطلع الـ pH او الـ pOH. كم الفوليوم الجديد؟ 350 وضفت 400 كم بصير؟ 750. فبتطلع معي M2 عبارة عن 2.33 10 قوة سالب 3 ايش؟ مول كل لتر. ركز معي هسه، انا عندي المحلول، المحلول محلول NaOH، لما بدي افصله شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي NaOH ماينس. يعني لما اطلع التركيز هاي المولاريتي، المولاريتي بكل ال OOH M2 تساوي تركيز OH. طيب ايش بعمل؟ التركيز ال pH، pH تساوي 14 ناقص pOH صح؟ او انه 10 قوس سالب 14 تساوي تركيز ال OH، تركيز ال H بقسمه هاي يعني اللي بشتغل عليه، بتكون 14 ناقص ثريتم العشرة مين؟ 2.333 ممكن زائد مش ناقص. المهم بيطلع الجواب 11.3، بيطلع اصلا اكبر من 14 يعني لو هاي كانت زائد، بتوقع انه اللوغاريتم لهذا الرقم هو سالب اصلا، سالب سالب مو مهم. تمام. بيطلع الجواب 11.37. سؤال كثير كثير مهم يعني شبه صعب. قال لي غاز، عندي غاز أفضى صودا أبوتل، في عندي أنا صودا، صودا إلها رمز معين، وفي غاز فوقيها بوعاء بسوفت درينك يعني مشروب، شو اسمه مشروب سوفت، عندي برشر 2 أتموسفيرك بي نوت 2 أتموسفيرك. What is the pH soft drink؟ تركيز CO3 عبارة عن 0.05 مول كل لتر. اللي KH CO2 بتساوي 0.33 مول لكل لتر اتموسفير. اللي في عندي معادلتين CO2 plus H2O يعطيني H plus زائد HCO3 minus. K equivalent لهذا المعادلة تساوي 4.47 14 قوة سالب 7. عندي معادلة ثانية بتقول لي انه ال HCO3 تحليله بيكون H بلس زائد CO3 ماينس. تحليل K equivalent تساوي 4.68 14 قوة سالب 11. شو قال لي؟ اوجد ال pH، كم ال pH للسوفت درينك؟ انا بدي اطلع التركيز، التركيز طبعاً كيف تطلع التركيز؟ سهلة، ما فيها أي صعوبة. نيجي بالتدريج، أنا هذا السؤال عندي معادلتين، عندي مجهولين، أنا بدي أوجدهم. طيب نحاول إنه نحل نفس الصفحة، ومستحيل نفس الصفحة، بس شو بدنا نعمل؟ نحطها هيك شوي كبرته. طبعا المعادلة الأولى بقول له 4.47 14 قوة سالب 7، هاي الكي صح؟
قول لي صح. شو معادلة الكي؟ تركيز نواة، تركيز موقع المتفاعلات، تركيز الاتش بلس ضرب تركيز ال HCO3 ماينس، تركيز المي اللي هو 1 تركيز CO2. طيب تمام، CO2 ليش معطيني تركيزه؟ راح تقول لي مش معطيني تركيزه، بس والله معطيني pH له، معطيني البرشر له. احنا بنعرف انه البرشر، انه تركيز الغاز بالمول لكل لتر عباره عن kH البرشر. راح تقول لي صح، يعني بضرب ال 0.3363 في 2 تقول لي تركيز CO2. تركيز الاتش بلس ايش؟ تركيز الاتش بلس انا بدي اياه لانه انا معي pH، انا طالب pH. اتش يعني تركيز اتش بلس، اعرف زي هيك. فهاي التركيز اتش بلس هو بده اياها. تركيز اتش سي او 3 ما بعرف كيف اجيبها، كيف بجيبها؟ معادله ثانيه. المعادله الثانيه تقول لي 4.68 10 قوه سالب 11 تساوي تركيز الاتش بلس تركيز السي او 3 تركيز HCO3. طيب تركيز الـ CO3 كم؟ هي معطيني 0.05 تبع الوحدات، يكون كلهم مول لكل لتر. تركيز الـ H بلس بدي اياه، تركيز H بلس بدي اياه، تركيز الـ HCO3 معي، تركيز الـ CO2 طلعته. تركيز CO2 راح يكون عندي عبارة عن 0.33362. كان مش معطيني عند التيتيود معين، فما بضرب ب 1.15 كذا كذا كذا. تمام، هذا تركيز CO2 بعوضه هون، هذا تمام وهذا تمام. فضل عندي مجهولين HCO3 و H بلس، CO3 H بلس. المعادلتين طلع معي تركيز H بلس، طلع معي تركيز H بلس، وبخلص السؤال. طبعا بنكمل احنا، يعني ما راح هاي، راح نكمل نمشي، راح نحكي انه نمشي بالمعادلة. انه خلينا امسح اللي فوق، راح اطفت المعادلات، احكي انه تركيز ال HCO3 ماينس بتساوي 4.7 10 قوة سالب 7 تركيز ال CO2. يعني انا هاي شو عملت؟ هاي تركيز الـ CO2، CO2 أنا طلعته أصلاً يعني ما في داعي إني أكتبه. إيش تركيز H بلس؟ H بلس اللي هي 10 قوة سالب H. تمام، هاي وين بعوضها؟ بعوضها بالمعادلة الثانية، بروح بقول له 4.68 10 قوة سالب 11 تساوي تركيز الـ H بلس 10 قوة سالب H، CO3 هي 0.05. تركيز الـ HCO3 قديش؟ تركيز الـ HCO3 هيو 4.47 10 سالب 7 مضروب تركيز CO2 طلعته، طالع معي وعلى pH، يعني بضرب 10 سالب pH، حطها بالآية معادلة، بيطلع معي pH يساوي 8.27. بحل المعادلة. فهمت فكرة السؤال؟ عندي معادلتين، يعني هذا دمج الكيمستري، عندي معادلتين وعندي معطيني غاز CO2 من خلاله بطلع من، ومعطيني قديش الضغط له، الضغط له 2 اتموسفير مش 1 اتموسفير. هكذا السؤال كثير مهم، هذا من اطول اسئله الكيمستري، اطول من اسئله الماده، حلو صفحه يعني هو السؤال الوحيد. تمام، فعندي كمان سؤال اللي وات از ذا سورد كونسنتريشن للتولين. التولين قال لي السوليوبيليتي له 515 جرام كل لتر. قال لي السويل هاف 2% اورجانيك ماتر، الاف او سي 2%. تمام، قال لي تركيز الووتر 70. طيب حكى لي انه السي دبليو اللي تركيز الووتر ملي جرام لكل لتر 70. قال لي افرض انه لينير، يعني هو قال افرض انه لينير مش من عندي. طيب بنكمل، شو انا عندي؟ عندي الـ FOC، عندي الـ 515 solubility، عندي تركيز الووتر. شو بده؟ بده السورد كونسنتريشن، بده CS. طيب انا كيف بدي اطلعه؟ انا بعرف انه الـ KD يساوي CS على سي ووتر. تقول لي تمام، سي ووتر معي 70
تمام. طيب الكي دي كيف تجيبها؟ انا والله بعرف انه الكي دي تساوي اف او سي كي او سي. كمان الكي الاف او سي 2%. طيب 100% الكي او سي كم الكي او سي؟ الكي او سي تجيبها لها معادله لوج الكي او سي بده يساوي سالب 0.55 لوغاريتم للاس. كم الاس؟ 515 3.64 تطلع معي كي او سي 140.76. كي دي اضرب ب 2% كي دي ما بعرف كم تطلع. المهم بطلع عندي اخر شيء سي 140.76 2% تساوي تركيز السوليد على 70. بطلع معي تركيز السوليد 197 ملي جرام لكل لتر. هذا سؤال على السويل. سؤال السويل بدرس دائما الاغلب بقول مش فاهمه مش عارف كيف احل كيف كذا. لا هي بكل بساطه معادلتين حلهم وخلاص. طيب تمام. في سؤال كم البي اتش للسوليوشن يحتوي على 50 ملي جرام لكل لتر من ايش؟ من الاو اتش. طيب انا بعرف هو بده البي اتش مش البي اتش. طيب بطلع البي او اتش اول شيء. البي او اتش هو سالب لوغاريتم التركيز. كم التركيز؟ 50. طيب تمام احل هيك واقول لك لا ليش؟ ملي جرام لكل لتر وانا التركيز بعوضه مول لكل لتر. فايش بعمل؟ انا بدي احول 50 ملي جرام لكل لتر بدي اضربها مول اقسمها على جرام. بس هاي 10 قوة سالب 3 وهاي واحد وهاي كم هذا الـ OH 16 واحد كم؟ 17. فبطلع عندي كم؟ 2.9 4 13 قوة سالب 3. هاي اللي بحطها هون بطلع معي الـ POH عبارة عن 2.53 في الـ PH 14 ناقص الأنسر يساوي 11.5 تقريبا. تمام؟ يعني شو ترك هذا السؤال؟ ترك السؤال وحده اني احول وترك الثاني انه بده البي اتش وانا مطلع البي او اتش فبطرح 14. تمام. سؤال الهاف حليناه. طيب احنا راح نحل اسئله كثير يعني مش سؤال ولا سؤالين اقل شيء 10 اسئله 20 سؤال. قال لي فيني 0.2 جرام من سوليد اللي هو سي اي او 4 added 1 لتر يعني الفوليوم واحد محتاج وش اصلا. قال لي السوليد هذا بلش يذوب خلال معادله CA HO4 CA plus 2 SO4 minus 2. اذا هذا التفاعل له KSP 2 ضرب 10 قوه سالب 5. انتبه KSP يعني بس ضرب هذول تركيز CA زائد تركيز ده ضرب تركيز هاي. لكم تركيز الـ SO4 in water؟ تركيز الـ SO4 in water. طيب أنا بحكي 2 في 10 قوة سالب 5 تساوي تركيز الـ SO4 في تركيز CA يعني تركيز الـ SO4. خذ الجذر التربيعي من هاي في هاي تربيع من بفرض انه هاي اس بفرض انه هاي اس اس تربيع بساوي كذا فاس او اللي هي نفس التركيز اس او 4 معي بوينت او او 4.47 مول لكل لتر. ولما احولها بتطلع معي 0.43 جرام لكل لتر. تمام. هذا ايش طلعت انا تركيز اس او 4. طيب هذا الجواب بقول لك استنى أعطني 2 جرام من CaSO4 بفوليوم 1 لتر. يبقى أنا بدي أحل الناتج بدي أحل بطريقة ثانية. إيش أعمل؟ أقول لك إنه السوليوشن إله تركيزه تركيزه لما يكون 0.2 تركيز الSO4 يكون 0.2 كم بيكون؟ 0.2 جرام لكل لتر أضربها مول يعني المول على جرام يعني اقسمها على المكلر ويت
الجرام هذا اللي بده يكون تكون 4 ضرب 16 زائد الكبريت. كم الكبريت؟ 40. 40 هي الكالسيوم والكبريت كم؟ 32. تمام، اللي هي CaSO4. الكبريت 32، كالسيوم 40، والO 16. كم بيطلع معي هذا؟ 0.00147 مول لكل لتر. لاحظ انه هاي بتكون الماكسيمم كونسنتريشن، هاي الماكسيمم كونسنتريشن، هاي 0.00147 اللي انا من البوينت 2 تبعتي. طب هو بالسوليبيليتي طلعوا كم؟ 0.047، يعني اقل من الماكسيمم، اقل من الماكسيمم بوينت. البوينت 2 جرام تعطيني هيك، طب هاي قديش تعطيني هيك؟ يعني لو هاي اعطينيها 1 جرام وحليت طلعت اقل من هاي فباخذ هاي، لكن هاي اقل من هاي فايش صار؟ باخذ الهاي بس. يعني بتمنى انه تفهم انه الذائبيه بتكون حسب الكتله، انا الماكسيمم ذائبيه هاي، طب هاي اقل انا باخذ الماكسيمم، باخذ الاقل لانه الماكسيمم 1.47 وهو طلعت معي 4.47، باخذ الاقل باخذ الماكسيمم. تمام، في سؤال حلينا بالشرح عن تبع الـ O2. طيب في سؤال قال لي what should be the solubility of compound A، يعني بده الـ S in water if equilibrium concentration للwater 110، يعني C water تركيز الwater 110 مليغرام طبعا، والـ salt concentration اللي هي CS 150. ممتاز، قال لي الفراكشن يعني الـ FOC بفراكشن للأورجانيك كومباوند 3%. طيب شو بطبق؟ بكل بساطة لوج، بس بعرف إنه الـ KD زائد CS على C water، ممتاز طلعته هيو 650 على 110، ممتاز. KOC أقصد الـ KD تساوي KOC تبدو إياها FOC، FOC كم؟ 3%، تمام. والKD كم؟ هي 650 110 100%، طلعت الKOC. لوج الKOC طلعته يساوي سالب 0.55 لوج الS زائد 3.64، بيطلع معي S 280 ملي جرام تقريبا، يعني بيطلع 279.6 بس. قال لي find the pH of solution بيحتوي على تركيز OH minus 8 ضرب 10 قوة 11 إيش مول لكل لتر. ممتاز، أعطاني جاهز بده الـ pH، فإيش بعمل أنا؟ بقوله pOH يساوي 10 قوة سالب سالب لوغاريتم 8 قوة سالب 11، بعدين الـ pH 14 ناقص 0 بطلع معي 3.9. في سؤال فراكشن حليناه بالشرح، وهيك خلصنا أسئلة الحل. ولكن في أسئلة حفظ، أسئلة حفظ هسه بقول لكم كيف أجو وكيف إحنا راح نحلهم، كيف أنا حليتهم يعني كيف عرفت الأجوبة. تمام، هذا حليناه تركيز الـ pH لـ50 ملي جرام لكل لتر، حلينا قبل شوي حكينا الـ pOH سالب لوغاريتم الـ OH حولناها وضنا طعم الـ pH 11.5. تمام، السؤال الثاني what is the molarity of compound A، حلينا بفيديو الثاني فيديو الشرح، حكينا انه الـ B بسبب نص A فأي تربيع كذا، حلينا بطلع من 0.1 M يعني molarity مول لكل لتر. طيب تمام، هذا مش واضح كثير بس خلينا احنا نقرأ. Which of the following statement is not true about Henry Law constant، يعني واحد من التالية مش صحيحة about Henry Law constant. طب شو Henry Law constant؟ هو KH. KH شو وحدته؟ KH، وراح تقول لي وحدته مول لكل لتر
لا تفرق. تمام. It can be measured by a ratio of a substance concentration in gas that in water. لك آه والله صح، أنا بقدر أحسب ال H أو C CA التي water صح؟ أيوه ratio. تمام. It's a dimensionless number. هسه هو dimensionless number طلع هون؟ لا مش dimensionless number، له وحدة. بس بنفس الوقت ممكن يكون يونتلس، يعني هو ممكن يكون يونتلس وممكن يكون لا. ايش؟ فهذا الجواب صح. It's a dimensionless number. اه والله هو dimensionless، مش دائما dimensionless. تمام. It's measured that the solubility of gases in water. اكيد هو بقيس solubility للغاز in water. It has unit واحد على time. طب طلعنا شو وحدته؟ يعني حكينا ممكن يكون يونتلس وممكن يكون له وحده. لما يكون له وحده شو وحدته؟ مول لكل لتر اتموسفير. طب اطلع شو هي؟ ات هاز يونت واحد على تايم، وحدته في زمن بالموضوع. بتقول لي لا، معناته هذا الجواب. الجواب انه هو وحدته مش واحد على تايم، هي وحدته مول لكل لتر اتموسفير. وبالاخيره اتس ريليتد تو ذا بارشل بريشر اوف غاز ان اتموسفير. راح اقول لك صح، هو بيعتمد على بارشل غاز. حكينا انه بارشل غاز، هتقول لي تمام. فالجواب هو It has a unit one time. يعني ما وحدته مش واحد على تايم. هو ممكن يكون dimensionless وممكن يكون له وحدة مول لكل لتر اتموسفير. طيب what is the solubility؟ حليناها مباشرة، تطبيق مباشر القانون. وهذا سؤال الثلاث معادلات حليناها برضه، شرحته بالتفصيل. ideal gas law can be used. هذا السؤال مش داخل صراحة، مش داخل، بس إذا دخل ideal gas law بيحول المولاريتي Density. The following reaction. هذا الرياكشن شو نوعه؟ هو بنتكيت. إيش الرياكشن بروسيس؟ كيتشن إكستينج بروسيس. قلت لكم إنه إكستينج بروسيس تبع الصوي. أيون إكستينج. إكستينج رياكشن. أيونيك إكستينج رياكشن. What is the pH of solubility؟ حلينا هذا الجمع. والvalue of x حليناه. تمام. ماذا السؤال؟ the Bartering coefficient. حكينا الـ Bartering coefficient اللي هو الـ KD. soil and liquid depends on all the following factor expect. بيعتمد على كل العوامل هاي ما عدا concentration in water. طيب تمام. الـ KD بيعتمد على ايش؟ CS على sea water. معناته بيعتمد على sea water، معناته هو هاي صحيحة مش غلط. absorption capacity خليها على جنب. solubility، solubility اللي هي الـ S. بعرف انه الكي دي بتساوي اف او سي كي او سي، صح ولا لا؟ معناته والكي او سي على شو بتعتمد؟ السوليوبيليتي. معناته السوليوبيليتي بتعتمد عليها الكي او سي، بتعتمد عليها الكي دي، معناته الكي دي صح. طيب الهايدرو سيتي هاي اللي هي الكي او دبليو، هاي ما شرحتها لانه مش مهم كثير، بس الكي او دبليو هاي ها بتخلني اشوفها دقيقه. AW راحت مكتوبة بس فيها measure of hydrogen، فهو بيعتمد عليها KAW، بيعتمد عليها بس هي ما إلها دخل بالقوانين. تمام. الفراكشن of organic matter ها بيعتمد على فوق فيه، معناته شو الجواب؟ absorption capacity. يعني كلهم صح ما عدا واحدة غلط، معناته هي الغلط خلص مباشرة. يعني مش صار دائما أطلع بتدور عليها، لا شوف أول شيء الأشياء الواضحة بعدين أرجع. تمام. What is the concentration of N2؟ هذا حكينا عنه مباشر، بس انتبه تحويل الوحدات، بده اياها في ملغرام لكل لتر. وقولي هذا التفاعل example ايش؟ على الايون اكستينج، بس تبادل ايونات. هي كانت AgNO3 صارت KNO3، والAgCl راين تبدلوا الايونات في ايون اكستينج. وهذا الرياكشن قلنا ايون اكستينج بروتس، حكينا عنه بس هو جاي يعني في ثاني. طيب هذا السؤال شوفوا انه زي اول سؤال حليناه بالحفظ، بس شوفوا من وحده اثرت بالحل. Which of the following statement is not true about Henry Law constant؟ قال لي شو الجملة اللي مش صحيحة about Henry Law constant؟ طيب it can be measured by a ratio of substance concentration in gas to the water. CA على CW. It's related to the partial pressure in gas of atmosphere. قبل شوي حكينا طلعت صح. It's always dimensionless number. هاي غلط. ليش غلط هسه منيجي؟ Indicate the solubility of gas in water صح.
affected by a temperature صح. كيف عرفت affected by a temperature؟ خلينا نرجع على السلايدات. الملاحظة الأولى هي العلاقة بالتمبريتشر، وشو بقى كمان؟ هو السوليبيليتي اوف ووتر انديكيت السوليبيليتي اوف ووتر، هيها وقلنا الريشيو عرفنا ليش والباتش عرفنا ليش. طيب هاي اولويز دايمنشنلس نمبر، طيب لو رجعنا لفوق دايمنشنلس نمبر شو الفرق؟ الفرق كلمه اولويز، الفكره انه هون ما فيش يونت واحده تايم. اذا هو اولويز دايمنشنلس قلت لك لا، هو له وحده، الوحده انها مول لكل الاتموسفير، بس ممكن يكون له وحده وممكن يكون يونتلس، بس اولويز يونتلس لا، معناته هاي غلط. تمام، هاي غلط، بتمنى تكونوا فهمتوا ليش. The relation between partition coefficient and Henry constant describe، طبعا في خيارات كثير، الخيار الجواب الصحيح هو distribution of substance in a three phase system. حكيت لكم اي سؤال على السويل له علاقه بين البارتيشن كوفيشنت والهنري لو كونستانت بيوصف حالات الليكويد الاير والسويل السوليد، يعني معناته هذول كم فيز؟ 3 فيز سيستم، 3 فيز سيستم. وسؤال بوينت 2 جرام، باخذ انا الماكسيمم سوليبيليتي، هاي معناته هي الجواب، وهذا الإكوليبرم كونسنتريشن الجواب مباشر، بس نسبة الأوتو نركز عليها. وهون شد بي كونسنتريشن اللي هي 280 حكينا عنه بالتفصيل، وهذا كم تركيز البي اتش. تمام، وهذا السؤال اتش او سيرا بمعادلتين. هي تمام، هيك ان شاء الله انهاء بارت الكيمستري، حلينا كل الأسئلة عليه، أسئلة الحفظ اغلبها من هون تيجي من السلايدات، بس تغيير اشي معين او اشي بده انفهم. أسئلة الحل شفتوا كيف يعني، هي ممكن لما تدرس أي شرح بشكل عام تحسه غريب، الأسئلة لو تركز فيها أسئلة سهلة مش صعبة يعني، بس أعرف كيف تحل، ركز بالسؤال بتعرف إنه هذا شيء يعني. هذا سؤال أس من تماخذه قبل شوي، سؤال فلورايد تربيع أس، فرضنا هاي 2 أس وكذا، هيها افرض إنه A بتساوي 2 أس، أنا فرضت إنه B نص A، فرق إشي لا. طيب هذا سؤال تطبيق مباشر بالسلايد، ما في إشي، هذا شوي صعب بعترف شوي صعب، هو يعطيك اصلا تركيز لشيء معين، يعطيك معادلته وطالب منك بي اتش، ومعطيك هنا اتش بلس، معناته ايش يعني بده يعني هاي بتجيب لي الحل، ومعطيك كمان اتش لغاز، ومعطيك الضغط له 2. طيب شو عم نضربهن ببعض؟ هذا شيء لا تصفح الرياضيات. واسئله الحفظ هاي، هذا السؤال صعب بعترف لانه من اللاب، هذا من كلير ويت، شو في صعوبه؟ ما في اصلا، لو كتبت العنصر هذا هيك مع اسم اكس بيطلع لك على جوجل انه الجواب 7، بس لا انت لازم تحله مثل ما انت فاهم. فرضا الدكتور غير قال لك هاي مش 139، وهذا السؤال سطر طلع سطر بس تحويل وحدات. فبتمنى انكم فهمتوا واستفدتوا من هذا الشابتر، وان شاء الله باقرب وقت راح نبلش نشرح الماس بالانس واللي طول من الماده ان شاء الله. البارت الجاي اسمه ماس بالانس، ماس ترانسفير.